يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الترند، اولى حلقات هذا الاسبوع، واخبار كتير هتكون معانا سواء على المستوى المحلي والعالمي، وبالتحديد كمان كل ما يتعلق بنادينا الحبيب النادي الاهلي واخر التطورات والاخبار وكل الجديد اللي نفسكم تعرفوه. كل ده هيكون على مدار حلقه اليوم، لكن الاهم دايما بالنسبه لنا تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقه النهارده، ورايك ايه في اداء الاهلي امبارح في مباراته اللي فاز فيها بنتيجه 3-0 على فريق غزل المحله، رايك ايه في الاداء ومين نجم المباراه من وجهه نظرك، وهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الاخير كما هو المعتاد من حلقه اليوم. البدايه دايما بتكون باهم العناوين. نشوف في ترند الاهلي، بعثه الاهلي تتوجه الى النيجر غدا. الترند المحلي، اتحاد الكره يبدا اجراءات اعاده منتخب الشباب من تونس. اما في الترند العالمي، صلاح كنت اتمنى ارتداء شاره قياده ليفربول. طيب بمناسبة نجمنا المصري محمد صلاح، فخليني أقول لحضراتكم وأبتدي معاكم بأهم مباريات اليوم، واللي ابتدت بمباراة ليفربول مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي. كانت مباراة الساعة 2:30، قدر نجمنا المصري أن هو يتألق في هذه المباراة رغم أن هو شارك في الدقيقة 57 من أحداث اللقاء، صنع هدف وأحرز هدفين منهم هدف أكثر من رائع. فبالتالي خليني أقول لحضراتكم نتائج كريستال بالاس، خسروا على ملعبهم من ليفربول بنتيجة 7-0. ساوثامبتون هيلعب دلوقتي او في هذه اللحظات تبتدي المباراه مع مانشستر سيتي، الساعه 7:30 ايفرتون مع ارسنال، الساعه 10 بالليل نيوكاسل يونايتد مع فولهام. الدوري الاسباني، اتلتيكو مدريد مباراه انتهت 3-1 على اليتشي، الساعه 5:15 في مباراه ما بين برشلونه وفالنسيا، مباراه قويه جدا في الجوله دي من الدوري الاسباني. ليفانتي مع ريال سوسيداد الساعه 7:30، وفي نفس التوقيت اوساسونا مع فياريال. مباراه السهره في الدوري الاسباني، إشبيلية مع بلد الوليد الساعة 10 بالليل. أما في الدوري الإيطالي، فيورنتينا شغال دلوقتي بيلعب مع هيلاس فيرونا، تعادل إيجابي 1-1. سامبادوريا مع كروتونيا هتكون مباراة الساعة 7 مساء، وأخيرا بارما مع يوفنتوس الساعة 10 إلا ربع مساء. دي أهم المباريات في مختلف الدوريات العالمية النهاردة. طبعا بنبارك لنجمنا المصري محمد صلاح على أدائه وتصدره لصدارة هدافين بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدف أعتقد دلوقتي بعد ما أحرز هدفين النهاردة، وانفرد بصدارة الهدافين. بيجي مع دي هيون مين سون نجم طبعا توتنهام، وأيضا كالفرت لوين نجم إيفرتون الإنجليزي. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل عندي تفاصيل مهمة جدا هتكلم فيها مع حضرتكم، استنونا. الحقيقة في كم من الرسائل مهول جالنا كفريق عمل للبرنامج على مدار اليومين ثلاثة اللي فاتوا، وهو بخصوص ان في احد البرامج اتكلمت على محمد عبد الوهاب الله يرحمه، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. والناس كانت بتقول يعني ايه اسباب اللي ادت لي وفاة محمد عبد الوهاب، وواحد كده يعني مستضيف ضيف معاه مش عارف هو دكتور ولا ايه تخصصه بالظبط يعني في الحقيقه يعني. وفتح الملف وبيتكلم فيه بعد عدد كبير جدا من السنوات، وانا بصراحه هو مش عارف بيعمل كده ليه يعني. يعني ايه هدفه؟ هو عايز ايه؟ يا راجل ده واحد في دار الحق دلوقتي. ان انت تتكلم عن اسباب وفاه وازاي ما تمش تشخيص الحاله في مرات سابقه قبل كده، وازاي وازاي وازاي؟ انت مالك اصلا؟ انت مالك انت؟ جاي تتكلم في حاجة بعد عليها سنين كتير جدا، أنت متبني للتعصب ليه؟ إحنا في الحقيقة عايزين نهدي دايما، عايزين نهدي وعايزين الأمور تبقى كويسة وما يبقاش في تعصب، وعايزين نخلص بقى من الزمن ده الخمس ست سنين اللي فاتوا دول، عايزين نخلص منهم اللي كان فيهم شد وجذب ما بين جمهورين من أكبر الجماهير في قارة أفريقيا. وبالمناسبة كل الاحترام والتقدير لأي نادي كبير في مصر بجماهيره كلهم على راسنا من فوق، لكن الأشخاص اللي زي دي بقى عايزين نخلص منها، مش معقول يعني. عايز يفضل في شحن، عايز يفضل، ده بيتكلم على الأهلي أكتر ما بيتكلم على فريقه. يعني أنت لو اهتميت بفريقك زي ما أنت مهتم بالأهلي في كل حلقة، وحياة ربنا الحال هينصلح، ممكن الحال ينصلح. لكن أنت بتخصص للأهلي ثلاث أرباع الحلقة، يعني مثلا حلقة ساعة مثلا يعني، هو بيتكلم ساعة إلا ربع على الأهلي. بيفضل الأهلي الأهلي الأهلي، الأهلي عامل لك إيه؟ عارف ان الاهلي ضاغط عليك بانجازاته بمبادئه وبقيمه وباهدافه وبكل حاجه،
لكن انت زدت فيها قوي. انا مش عايز، انا لغايه دلوقتي مش عايز اجيب اسمك بصراحه يعني. لا اذا بليتم فاستتروا يعني. ف هيجي وقت خلاص الصبر بتاعنا هيخلص يعني. وهنضطر بقى نتكلم كتير يعني، واحنا مش عايزين نروح للسكه دي. وفي الحقيقه دايما في اجتماعاتنا هنا في القناه مع مسؤولي قناه النادي الاهلي، بدايه طبعا بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، والاستاذ محمد كامل، والاستاذ محمود عدلي، والاستاذ ايهاب الخطيب، دايما بنتكلم مع بعض ان احنا مش عايزين نجرح في حد، ومش عايزين ان احنا نتجاوز في حق حد، لان دي سمه الاهلي ودي تربيتنا اللي احنا متعودين عليها كده كده. تمام؟ لكن الموضوع بقى اوفر قوي بصراحه. بقى كتير جدا. دائم الحديث عن النادي الاهلي، دائم الحديث والتطرق وخلق بعض الازمات للنادي الاهلي. ليه عايز تشوه صوره حلوه قام بيها مثلا كابتن سيد عبد الحفيظ وكباتن الفرقه سواء الشناوي، ايمن اشرف، سعد سمير، راحوا زاروا والده محمد عبد الوهاب الله يرحمه. لفته جميله حلوه، لفته انسانيه ممتازه. بدل ما تشيد باللفته دي انت عمال بقى تدور، طب هو ايه اللي حصل؟ هو ايه اللي كان حصل؟ انت ايه اللي فكرك دلوقتي؟ انت مالك انت اصلا؟ بتحشر نفسك ليه؟ حاجه بقت غريبه جدا بصراحه. انا مش هدي له وقت اكتر من كده، ما هو ما يستاهلش ان احنا نتكلم عنه وقت اكتر من كده. انا بس الرسائل الكتير وملاحظتنا احنا نفسنا على الفيديو وجمهور النادي الاهلي، واللي دايما احنا بنبقى حريصين جدا على التفاعل والتواصل معاه، ودي طبيعه البرنامج، علشان كده كان لازم نناقش الجزئيه دي. انا كده يعتبر ما ناقشتش حاجه، انا كده يعتبر ما اتكلمتش في حاجه، بس بعد كده مش هنسكت. فده بخصوص الفيديو واللي شغل جماهير النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت. مباراه امبارح، فوز النادي الاهلي على غزل المحله بنتيجه 3-0، نتيجه كبيره، اداء جيد تحديدا في الشوط الثاني. الاهلي بيواصل انتصاراته وانطلاقته القويه في بطوله الدوري الموسم الجديد، سعيا نحو الحفاظ على لقبه المفضل والوصول للقب رقم 43. مكاسب كتير جدا من مباراه الامس، محمد شريف ابرز هذه المكاسب، وتحديدا عايز اتكلم على محمد شريف شويه، لان الناس مركزه مع محمد شريف ان هو خلاص هو ده مهاجم الاهلي واجمد واحد وكلام من ده. لا، محمد شريف لعيب كويس قوي، لعيب ممتاز، واضح هداف، يعني بيعرف الجون كويس، رجليه رايحه على الجون، لعيب فعال من الاخر يعني. لكن في نفس الوقت احنا مش عايزين نقعد نضخم في الامور يعني، نقول احنا عايزين نمشي واحده واحده مع لعيبتنا. محمد شريف لسه ما عملش حاجه للنادي الاهلي، محمد شريف عنده اهداف وطموحات كتير جدا مش متوقفه على هذه المباراه ولا على ادائه في هذه المباراه. لاعب مبشر جدا، لاعب جيد جدا، منتظرين منه المزيد والكثير كمان عشان يضيفهم للنادي الاهلي باذن الله. باذن الله عندنا ثقه كبيره جدا في اللاعب ده ان هو يساعد النادي الاهلي في الوصول لللقب رقم 10 في بطولات دوري ابطال افريقيا، يساعد النادي الاهلي في تحقيق الالقاب المحليه المختلفه هذا الموسم، يساعد النادي الاهلي في كاس العالم للانديه وفي السوبر الافريقي والمحلي. لعيب كويس، لكن في نفس الوقت مش جمهور الاهلي او مش النادي الاهلي اللي هو دايما يفضل لما يلاقي لعيب عمل ماتش كبير قوي نقعد نقول هو ده اعظم لعيب في الدنيا وكلام من ده. لا، لعيب كويس وان شاء الله مستفيد كتير. وهي في الحقيقه دي رساله لمحمد شريف نفسه ورساله تحفيزيه، منتظرين منه كتير جدا جدا جدا، ولاعب مبشر. بخلاف محمد شريف، كهربا للمباراة الثانية على التوالي بيحرز هدف وبيأدي بشكل ممتاز، وهي دي نسخة كهربا المنتظرة. وفي كل الأحوال، في كل الأحوال كهربا إضافة قوية جدا لصفوف النادي الأهلي بجانب كل زمايله من اللاعبين، كل اللي أدوا امبارح المباراة أدوها بشكل كويس وتألقوا، والنادي الأهلي ماشي في الطريق الصحيح ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ممكن الشوط الأول كان الأهلي مش في مستواه قوي، لكن الشوط الثاني شفنا شكل ممتاز من النادي الأهلي، ولسه كمان لسه خلال الفترة اللي جاية بإذن الله الأهلي هيكون أفضل وأفضل من كده كمان بكتير. بالتالي أنا عايز أتكلم مع حضراتكم شوية بخصوص أخبار النادي الأهلي. النهارده كان في تدريب الساعة 10 الصبح بعد الانتهاء من مباراة الأمس، وكمان كان مهم في إطار الاستعداد لمباراة فريق سنوديب بطل النيجر في ذهاب دور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، المباراة اللي هتتلعب يوم الأربع اللي جاي بإذن الله تعالى هناك في النيجر. النهارده الأهلي أجرى مسحة طبية عشان يطمن على حالة لاعبيه ويطمن على عدم تعرضهم لفيروس كورونا قبل السفر. والمسحه دي بالمناسبه هي اللي هتحدد مصير مستر بيتسو موسيماني، هل هيقدر يلحق
السفر مع البعثه بكره. هم بالمناسبه بكره هيسافروا الساعه 2 الظهر تحديدا على متن طائره خاصه، وفي الحقيقه قرار اكثر من رائع من قبل اداره النادي الاهلي توفير طائره خاصه. ليه بقى؟ انت مسافر بدل ما تنزل ترانزيت، ترانزيت بيبقى زحمه وفي موضوع كورونا، وبعد كده تروح الدوله اللي هتلعب فيها وترجع على ترانزيت تاني، وعشان ترجع على مصر ترانزيت بيبقى في اثيوبيا دايما في الغالب، فهيبقى اجهاد كبير وبتعرض لعيبتك لنسب اعلى من التعرض للاصابه لا قدر الله بفيروس كورونا. فبالتالي في نفس الوقت انت بعد المباراه دي عندك مين؟ عندك مباراه كبيره قوي مع احد اكبر الفرق في افريقيا، هو نادي الزمالك وله كل التقدير والاحترام، فانت لازم تكون مستعد ومهيئ نفسك بالشكل الانسب. فبالتالي كان قرار مميز جدا قرار الطائره الخاصه. فان شاء الله باذن الله مسحه نتيجتها هتطلع خلال ساعات، سواء النهارده او بكره الصبح بالكثير، وبناء عليها يتم تحديد مين اللي مسافر باذن الله. ان شاء الله كله يبقى سليم، بما فيهم كمان مستر موسيماني حالته بالمناسبه اتحسنت، وان شاء الله ممكن تطلع النتيجه سلبيه عشان يكون مع الفرقه. كمان النهارده قبل التدريب كيفن جونسون المدرب المساعد او المدرب العام لمستر بيتسو موسيماني عقد محاضره مع اللاعبين قبل المران اللي كان 10 الصبح، واتكلم معهم فيه على بعض الايجابيات والسلبيات الخاصه بمباراه الامس، واتكلم كمان معهم على المرحله المقبله. وده دايما بيبقى كلام مهم ان انت تبقى ماشي دايما على الخط مع اللعيبه اول باول، وتقول لهم بعض تعليماتك، وسواء تعليمات خاصه بجوانب سلبيه او جوانب ايجابيه. انا شايف في الحقيقه، او ناس كتير شايفه، ان امبارح كانت الايجابيات اكتر بكتير بالنسبه للنادي الاهلي. بالتالي المجموعه اللي لعبت زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي على الشاشه دي تدريبات النهارده الصبح للفريق. المجموعه اللي لعبت بشكل اساسي دول عملوا تدريبات استشفائيه عشان يتخلصوا من الاجهاد، خصوصا في ظل توالي وتعاقب المباريات خلال الفتره الحاليه. في المقابل اللعيبه اللي ما لعبتش بشكل اساسي كان ليهم بعض التدريبات البدنيه القويه عشان يكونوا مستعدين ومتاحين للجهاز الفني في انسب صوره خلال الفتره اللي جايه. عايز اطمن حضراتكم على الاصابات وعمرو السولية. عمرو السولية امبارح كان المفروض ان هو في التشكيل الاساسي، لكن هو اشتكى من بعض الالام في قدم، والالام دي او هو كان تعرض بالظبط لكدمه يوم الاربعاء اللي فات في التمرين، فكانت الامور بالنسبه له بسيطه عاديه. لما نزل الاحماء امبارح حس ان في الام تاني، فقال ايه بلاش يبقى موجود احسن، او الجهاز الفني يعني فضل ان هو ما يبقاش موجود في المباراه دي احسن عشان يكون لائق ومتاح لما هو قادم من مباريات هامه بالنسبه للفريق. الامور بالنسبه له مستقره، النهارده كان في فحص طبي للسوليه، ان شاء الله باذن الله يقدر يشارك في الفتره اللي جايه مع الفريق سواء في التدريبات او في المباريات. كتير سال على موقف طاهر محمد طاهر، واحنا كنا فوجئنا امبارح ان هو مش متواجد لا في التشكيل الاساسي ولا في التشكيل الاحتياطي. فبالتالي موقف طاهر ايه؟ طاهر ما عندوش اي نوع من انواع الاصابه العضليه او اي حاجه بتتعلق بالاربطه ولا حاجه، لاعب يعني بدنيا لائق جدا. لكن النقطه عند طاهر ايه؟ ان هو لما اتطعم قبل السفريات دايما بتاعه افريقيا بيبقى فيه تطعيم كده، انت اول مره بتتطعم التطعيم ده لازم بيجي لك سخونيه ونزله برد خفيفه كده وارتفاع في درجات الحراره. فبالتالي بسبب كده ما لعبش طاهر، لكن حالته بقت كويسه وشارك النهارده في التدريبات بشكل طبيعي. سريعا خلينا اطمن حضراتكم على مروان محسن وندفيد، بيواصلوا التدريبات التاهيليه والامور بالنسبه لهم ماشيه بشكل كويس. والنهارده كمان على هامش المران كان في احتفال بمناسبه عيد ميلاد محمد الشناوي نجم حراسه مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر، كان عيد ميلاده امبارح، فاللعيبه يعني احتفلوا بيه في غرف خلع الملابس والجهاز الفني. كل سنه وانت طيب يا شناوي، دايما متالق، وباذن الله باذن الله كل فريق النادي الاهلي متالق خلال الفتره اللي جايه. هنروح لفاصل بسرعه، وبعد الفاصل عندنا لسه اخبار كتير، استنونا. من ضمن الاخبار المهمه واللي بتهم النادي الاهلي وجمهوره، النهارده فريق اولسن هونداي الكوري الجنوبي فاز في المباراه النهائيه على فريق بريسبوليس الايراني بنتيجه 2-1، فبالتالي بيتاهل لكاس العالم للانديه. البعض ربط الفوز ده بان الاهلي هيقابل هذا الفريق الكوري الجنوبي، لكن لسه في القرعه ولسه في فريق في الدور التمهيدي هيكون فريق الدحيل القطري، فلسه ما تحددش مين اللي هيواجه النادي الاهلي في اولى مباريات كاس العالم للانديه اللي هتبتدي في شهر 2 او الاثنين باذن الله المقبل. بالتالي كده اللي تاهل رسميا لكاس العالم للانديه الاهلي من افريقيا، فريق اولسن من اسيا، بايرن ميونخ من اوروبا، لسه بطل امريكا الشماليه والوسطى والبحر الكاريبي لسه ما تحددش، من الاوكيانوس هيتاهل او تاهل خلاص اوكلاند سيتي، وامريكا الجنوبيه كمان لسه ما تحددش مين اللي هيتاهل منهم، بالاضافه لفريق الدحيل القطري بطل الدوري القطري هناك واللي هيشارك في هذه البطوله، لان البطوله بتقام في قطر.
طيب عايز اتكلم شويه عن نتائج الدوري الممتاز واللي هو في الحقيقه يعني ممتع جدا، بادي بمنتهى الاثاره والقوه، المباريات كلها جميله والواحد حابب ان هو يقعد يتفرج على كل المباريات لانه بيتمتع بيها وباهدافها وباداء اللاعبين يعني. فالجوله الثانيه بالتحديد خليني اعرض لحضراتكم نتائج الجوله الثانيه. اسوان لاعب طلائع الجيش زي ما حضراتكم شايفين كده وفاز 2-1، اسوان بادين بدايه ما شاء الله. سيراميكا كليوباترا فريق محترم قوي قوي فاز على البنك الاهلي 3-1. وادي دجله فاز على المقاولين العرب بنتيجه 2-1. في لعيب اسمه شادي حسين في سيراميكا كليوباترا ممتاز ما شاء الله عليه. الجونه اتعادل مع المصري 1-1. الاسماعيلي تعادل مع الانتاج في مباراه رائعه 3-3. بيراميدز تعادل مع الزمالك 1-1 في قمه هذه الجوله. ومصر المقاصه خسر من انبي 1-0. والاتحاد السكندري تعادل مع سموحه 1-1. والاهلي فاز على المحله 3-0. مباراه الجوله الثالثه بقى واللي هيغيب عنها الاهلي والزمالك وبيراميدز والمقاولين بسبب المشاركه الافريقيه، فبالتالي يوم 21 من الشهر الجاري البنك الاهلي هيقابل الانتاج الحربي. الجونه في نفس اليوم مع الاسماعيلي، في نفس اليوم برضو المصري مع اسوان. ويوم 22 من الشهر الجاري انبي هيقابل غزل المحله، وطلائع الجيش هيقابل في نفس اليوم مصر المقصه. جدول الدوري بدري بدري كده، الاهلي بيتصدر برصيد 6 نقاط ومعاه كل من سيراميكا واسوان بنفس الرصيد، لكن النادي الاهلي بيتفوق بالاهداف. الاهلي احرز 6 اهداف ودخل هدف واحد في شباكه. المركز الرابع الزمالك 4 نقاط، والاتحاد ودجله نفس الرصيد في الخامس والسادس. انبي في المركز السابع 3 نقاط، والاسماعيلي وسموحه والجونه والمصري وبيراميدز والجيش والانتاج والبنك الاهلي في منتصف الجدول. اما الثلاثي اللي في مؤخره الجدول، ولسه بدري طبعا يعني على الكلام عن الجدول، لكن دايما بنحب نتابع اول باول كده نشوف الامور ماشيه ازاي. المحله في مركز ال 16 عنده نقطه، المقصه والمقاولين من غير رصيد من النقاط. نتمنى كل التوفيق للجميع وعلى راسهم النادي الاهلي. لكن في هذه اللحظات عندي فقره مهمه جدا وهي فقره ترند اونلاين، وانضم لي من خلال زوم الاستاذ محسن لملوم مدير تحرير الاهرام الرياضي على الهواء مباشره. يا استاذ محسن اهلا بيك، منورنا ومشرفنا كالعاده. اهلا بيك يا استاذ امير، تحياتي ليك ولكل مشاهدين قناه النادي الاهلي. اهلا بيك، ايه رايك في الدوري؟ لا بسم الله ما شاء الله، يعني من سنين طويله ما كانش بيبقى الدوري بالمتعه دي، خصوصا في الاسابيع الاولى. يعني احنا متعودين ان بياخد وقت مثلا من 7 ل 8 اسابيع لحد ما اللعيبه تخش في الفورمه او ما. السنه دي بصراحه الموسم بدا من اول اسبوع بشكل قوي جدا، وده بالمناسبه لان السبب في كده ان هو بدا من حيث انتهى الموسم الماضي، لما البطوله كانت تعطلت حوالي 5 شهور او تقريبا 5 شهور بسبب جائحه كورونا. لما رجع واستكمل وبقى بالشكل ده كانت النتيجه بتاعته ظهرت، لان طبعا اللعبه ما ريحتش. وصلت الموسم كانك تبتدي الدور الثاني من الدوري بالظبط كده. فعشان كده ما خدوش راحه، وده بالمناسبه كمان عشان ما ننساش بين قوسين كان سبب تفوق الاهلي والزمالك على الوداد والرجاء ذهابا وايابا في نصف نهائي كره الدوري ابطال افريقيا، اللي هو كان فوز واضح وصريح، مش مجرد فوز او تفوق عادي، لا 4-1 للزمالك و5-1 للاهلي في مجموع المباراتين، ده الحقا يعني لما حدث السنه اللي فاتت. فعشان كده السنه دي كمان سر حلاوه الدوري، مش بس انت منتظر اهلي وزمالك وبيراميدز او الانديه القمه، لا ده كله، حتى الصاعدين جديد نادي سيراميكا كليوباترا مش عشان هو في المركز الاول مع الاهلي مقرر، لا دي كل ده لسه، احنا لسه في الاول ولا 5 6 اسابيع كمان. لكن انا بتكلم على ان ما حدش بقى عنده في اي فريق، ما بقى حدش بيهاب حد، يعني سيراميكا بتلعب بقوه، البنك الاهلي بيلعب بقوه، يمكن غزل المحل عنده شويه ضربات، لكن برضه فريق ليه تاريخ وفريق كبير. بالظبط، فصعب جدا. يعني انا عايز اقول لك ان السنه دي المنافسه هتبقى على القمه ثلاثيه، اهلي وزمالك على القمه. يعني السنه اللي فاتت الاهلي مثلا كان فرق 20 نقطه تقريبا عن نادي الزمالك، ما كانش السنه دي متوقع ان يكون في منافسه. لا ثلاثيه طبعا، ثلاثيه اهلي وزمالك وبيراميدز. والمربع الذهبي ده هيبقى عليه ولا مثلا 5 6 فرق بيتنافسوا عليه بالشكل اللي احنا شايفينه بقى، سموحه والاتحاد، المقاولين رغم عنده دروبات، سيراميكا كليوباترا اللي ملاه، الاسماعيلي، الانتاج. لا يعني يكفي ان احنا من اسبوعين حتى المعدل التهديف يا استاذ امير عالي من الدور، من الاسبوع الاول للاسبوع الثاني. يعني الاسبوع الاول كان 18 هدف سجله، الاسبوع الثاني 27 هدف سجله. فده بصراحه بيدي مؤشر قوي جدا، حتى الهدافين يعني الهدافين كلهم حوالي 9 لعيبه، كل لعيب جاب 2 منهم مثلا من النادي الاهلي بمناسبه الاهلي، كهربا ومحمد.
اهلا بحضراتكم من جديد. في الحقيقه الترند العالمي عندي فيه اخبار كتير جدا تتعلق بالجانب العالمي، لكن انا هتكلم في الفقره دي بس عن نجمنا المصري محمد صلاح. ليه؟ لان هو كان لي لقاء وحوار مطول مع جريده اس الاسبانيه واتكلم معاهم في عدد كبير جدا من الجوانب، فانا عايز اتكلم مع حضراتكم في كل الامور او معظم الامور الهامه اللي اتكلم فيها صلاح في هذا الحوار الشيق. بداية محمد صلاح اتكلم عن التتويج بالألقاب وتحطيم الأرقام القياسية، وأنا نفسي الناس دلوقتي أو اللعيبة الشباب بتوعنا في مصر بشكل عام يسمعوا التصريحات بتاعة صلاح ويقروها كويس جدا ويحاولوا يفكروا بنفس تفكير محمد صلاح، ربما حد فيهم يوصل للمكانة الكبيرة اللي وصل لها محمد صلاح. اتكلم على الأرقام القياسية، قال أحاول دائما تسجيل الأهداف ولذلك أحظى بفرص أو بفرصة كبيرة للحصول على لقب هداف الدوري. هو فاز قبل كده بلقب الهداف مرتين، نفسه ياخد المرة الثالثة، وهو طبعا النهاردة بعد ما أحرز هدفين بقى هو متصدر ترتيب الجدول الهدافين، يعني 13 هدف. قال كمان ايه؟ بص بقى العقليه والثقافه، احاول تحطيم جميع الارقام القياسيه في النادي، يعني هو حاطط لنفسه اهداف، انا دلوقتي وصلت لحاجه معينه، لا انا عايز اكسر الارقام القياسيه دي، عايز اطور من نفسي، عايز اعلى واعلى كمان، لكن الفريق ياتي اولا وده شيء مهم قبل اي رقم قياسي، لكن تحطيم الارقام القياسيه والفوز بمباريات هذا ايضا امر رائع. طبعا قال ايه؟ دي نقطة مهمة قوي، قال لك لم أكن أتوقع أن أكون حيث أنا الآن، من الصعب توقع هذا في مرحلة مبكرة. برضو أنا بشوف الناس هنا في مصر بتقعد تقول لك لا صعب حد يبقى زي محمد صلاح وتهبيط في الجيل الجديد واللعيبة وكلام من ده، لا خالص، هو صلاح نفسه ما كانش متوقع أن هو يوصل للمكانة دي، لكن اشتغل على نفسه بثقافته وعقليته وموهبته مع بعض قدر أن هو يوصل نفسه للمكانة دي. نفسنا عندنا في مصر يكون عندنا نفس العقلية دي، الإمكانيات موجودة بالمناسبة لكن العقلية هي اللي مش موجودة. عايزين الشباب بتوع الكرة في مصر يستفادوا من عقلية محمد صلاح ويحاولوا يطوروا من نفسهم. يعني قال كمان بالتأكيد أقعد، بص بقى الثقة، أقعد من أفضل اللاعبين في الوقت الحالي، أنت في نظرنا صلاح أفضل لاعب في العالم، هو طبعا خد اللاعب رقم 6 على مستوى العالم لكن بالنسبة لنا احنا هو أفضل لاعب في العالم محمد صلاح، ما شاء الله لا قوة إلا بالله عليه. عندما أنظر إلى الخلف في مسيرتي أود أن أشعر بأنني حققت شيئا مميزا، لهذا أحاول بذل قصارى جهدي في كل مباراة وكل عام من أجل النادي ولنفسي أيضا. تفكير وثقافة ممتازة، قال من ضمن أهدافه السنة دي أن هو يفوز بدوري أبطال أفريقيا والدوري الإنجليزي تاني مع ليفربول، نتمنى له كل التوفيق. دي يعني ده يعني اختصار لتصريحات محمد صلاح خلال هذا الحوار الهام جدا. هناخد تمام، دي كانت اهم تصريحات محمد صلاح وان شاء الله نتمنى له يا رب التوفيق دايما، وباذن الله نتمنى ان عدد كبير من نجوم الكره الشباب في مصر في مختلف الانديه ان هم يمشوا على نفس الطريق ونفس النهج ونفس العقليه بالاضافه للموهبه اللي هم بيمتلكوها بكل تاكيد عشان يوصلوا باذن الله تعالى لما وصل ليه محمد صلاح. ليه لا ما يكونش عندنا اكتر من محمد صلاح بيرفعوا اسم مصر ونفتخر بيهم دايما باذن الله. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج، استنونا، الى اللقاء.